الاهلي يتقدم على فيوتشر في الشوط الاول بهدف مبكر لمحمد شريف من تمريره ولا اروع لاحمد عبد القادر في شوط اول فرض فيه النادي الاهلي سيطرته على احداث الشوط. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي محللنا الكبار في احداث الشوط الاول الفنيه. ارجوكم انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق من البدايه للنادي الاهلي وفرض سيطرته النادي الاهلي بعد الهدف، ولكن دخل فريق فيوتشر في المباراه يمكن تقريبا بعد الدقيقه 25 30. بص كابتن ايمن، الحمد لله على نتيجه 1-0 اول هاف تايم اللي احنا تمنيناه، وتمنينا ان الشكل الهجومي اللي هو حاطه مستر موسيماني يثمر من البدايه، يثمر عن هذا الهدف. هدف جميل جدا ولا اجمل من تحركات لاعب عنده ثقه كلنا نادينا بيه من ساعه المباراه اللي فاتت. احمد عبد القادر بيلعب يمين، بيلعب شمال، بيلعب في النص، راجل عنده حيويه وعنده من النشاط ان هو عايز يلعب كوره، فلازم يواكب مستر موسيماني على اشراك هذا اللاعب. قلنا كمان اتكلمنا ان الملعب هيبقى مفتوح بالنسبه للفريقين، فريقين كبار جدا فيهم لعيبه على مستوى عالي جدا، ويمكن بلال الاخص يعني قال لك دايما احنا بيبقى عندنا في التشكيل حاجات بتاخرنا في الشوط الاولاني، انما في حاله انا عجباني جدا، حاله تعويضيه من اللعيبه نفسهم. ده مش تاكتكس يعني، انا شايف ان مجدي قفشه بيعوض مع اليو ديانج التحركات والوقوف الارتكاز لما الكره بتترد علينا بنبص نلاقيه بيرجع لورا قوي، او ديانج بيعوض اكرم توفيق لما بيطلع بره بياخد فعلا، ففي كل حاجه منظمه جدا عشان كده انت ما اتاذيتش في الشوط الاولاني. انما عندهم لعيب بيلعب العرضيات دي هايل جدا، جوناثان ده بيعمل عرضيات جميله، لولا ان انت عندك لاعب عظيم زي محمد الشناوي كان هيبقى عندك مشاكل كتير. برضه الكرات البينيه من عندهم برضه كابتن مثلت علينا خطوره شويه. ما هي دي اللي انا بكلمك عنها، خاصه اللي اتكلم عنه اسامه كمان ان كوكا في المنطقه دي ليس بالطول الكافي، خدت بالك ان هو هيبتدي يغطي وياخد الحاجات الطويله دي، فكان بالادهى ان احنا يكون عندنا سيرد باك يعوض الشكل. كابتن اسامه، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. بدايه من النادي الاهلي سريعه جدا، حماس كبير قوي من اللعيبه، احمد عبد القادر استغل مهارته وعرف يعدي من الشمال وعمل كره لتحت لشريف جون، اربكت فرقه فيوتشر وسيطرنا احنا 10 دقائق كده، ولكن نفس المشاكل اللي انا اتكلمنا عليها قبل الاستوديو، ان هيحصل مشاكل في قلب الدفاع، لانه الثلاثه يعني بدر وحمدي ونبيل يعني ما فيش حد سرد باك سرد باك، يعني ما فيش سرد باك سرد باك، دي جزئيه، مع كمان اضافه ان ميكسوني بيلعب خامس على الطرف ناحيه الشمال بيجري كتير وبيحاول كتير بس مش حافظ المكان، بتلاقيه بيخش على نص الملعب على راس الحربه يروح يعني مش متمركز مظبوط، لكن دي عامله قلق شويه في ناحيه لما بيطلع فاروق او عمر كمال، او الناحيه الثانيه لما بيطلع جوناثان. الحاجه الثانيه في مساحات مفتوحه في نص الملعب لان ديانج معاه قفشه بس، فقفشه كمان مش في افضل حالاته، فعامل عبء كبير في نص الملعب في مساحات كبيره، لكن زي ما الكابتن شريف قال اللعيبه في حماس، فلما بتيجي هجمه لينا عدد بيجري كتير، شريف وعبد القادر وميكسوني وبيرسيتاو اللي انا شايف انه افضلهم، عامله قلق. فانا بقول لك عشان كده الماتش مفتوح بهذا الشكل، ممكن جدا النادي الاهلي يضيف اهداف، وممكن جدا لا قدر الله يحصل وحصلت بعض الخطوره على النادي الاهلي سواء في العمق بين الثلاث سرد باكات او في الاطراف الملعب. فربنا يسهل ومستر موسيماني يعدلها الشوط الثاني او نقدر نجيب جون سريع يعني. كابتن عادل، يمكن توقعتم حضراتكم انت وكابتن شريف ان يكون البدايه قويه من جانب النادي الاهلي، وده اللي حصل فعلا، وقدر النادي الاهلي يستغل فرصه مبكره واحرز هدف وسيطر بعض الشيء، ولكن فيوتشر كان ليه بعض الهجمات الخطر. هقول لك ليه يا كابتن، لانه الطبيعي ان النادي الاهلي في اي فرقه بيلعبها هي اللي بتنزل بتدافع والنادي الاهلي اللي بيهاجم. النادي الاهلي استغل الفرصه، قلنا من البدايه احنا ممكن يكون طريقه اللعب اللي لعبها مستر موسيماني بالثلاثه اربعه ثلاثه فيها ممكن في شويه لعيبه ممكن ما يكونش بيجيدوا في المكان ده، ولكن احنا بنكلمك في الحته الهجوميه ان هو هيضغط عليهم. ان الاوان انك انت اول ما تخلص المهمه الاولى اللي انت تجيب الهدف لازم تعمل حسابك ان في رد فعل من الفرقه، انت عملت الفعل ده علشان
الفرقه بتنزل بتلعب النادي الاهلي مدافعين، فاكيد خلاص 1-0 مغلوبين، فاكيد هيهاجموك، فلازم تعمل البلان بي بتاع اللي هو بتغييره او اتنين، انك انت تعدل وتلعب بتوازن، لانك انت مهاجم قوي وعامل ريسك قوي، فلازم يبقى في التوازن. لو رجعت لورا شويه، مش بقول ادافع، وعملت رد فعل بعد كده، هتكسب 3-4 ان شاء الله. كابتن بلال، توقعاتك الشوط الثاني؟ الشوط الثاني يعني انا بس عايز اقول ان الهدف اللي جابه النادي الاهلي برضو هو اللي خلى رتم الاداء بقى بطيء كده شويه. يعني انت ساعات لما بتسجل هدف في البدايه خلاص انت خلاص بتبقى مستريح، ما بتبقاش عندك المجازفه الكبيره، ما بتبقاش عندك الحماس الكبير انك تسجل ثاني خلاص. وكمان خاصه لعيبه النادي الاهلي برضو بتمر بحاله ارهاق في يعني جزء كبير من اللعيبه. يعني الشوط الثاني هيبقى مختلف شويه من وجهه نظري. علي ماهر اكيد هيخلي يعني هيحفز فرقته ان هم يبتدوا يهاجموا النادي الاهلي بشكل اكبر. هيكثف طبعا المحاولات بتاعته، ممكن يبقى عنده بعض التغييرات لان عنده برضو ثغرات كتيره جدا على اطراف الملعب. هل مستر موسيماني ممكن يقابله بتغييراته هو كمان؟ مستر موسيماني ممكن ينتظر شويه، انت برضو مستر موسيماني كسبان ممكن ينتظر شويه، هينتظر يشوف علي ماهر ممكن يشتغل ازاي، وبناء عليه ممكن هو يعمل تعديلات في طريقه لعبه او يعمل تغييرات داخل الملعب. ممكن قفشه يغير دلوقتي، ممكن من وجهه نظري انا شايف انه برده مرهق شويه، ينزل عمار حمدي لعيب برده عنده سرعه وعنده باور، لعيب كويس وعنده مهارات. الشوط الثاني هيبقى اسرع بكتير من الشوط الاول من وجهه نظري، الا لو النادي الاهلي سجل هدف في بدايه الشوط الثاني. اعتقد كده انت هتقتل الجيم لو قدرت انك تسجل هدف، هتخرج اعتقد بالمباراه بنتيجه اكبر من كده بكتير باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه. ارجوكم انتظرونا.